الرياضة اليوم. الرياضة اليوم مع الكابتن خالد الغندور الليلة 11 مساء فقط على دريم وان. رجعنا لكم تاني مع فقرة اكسسوار وبس، والنهارده هنتكلم عن الشموع وعالم الشموع. هنعرف أكتر عن التصميمات المختلفة، الخطوط المختلفة للشموع، وهنتكلم كمان ازاي نوظف الشموع دي داخل البيت. ضيفتي هي مصممة الشموع لينا بن حليم. مساء الخير وأهلا بيكي يا لينا. في البداية لينا بجد يعني الكولكشن قدامي مختلفة تماما على الحاجات العادية اللي أنا كنت بشوفها وباين فيها المجهود بجد. كلمينا الأول يا لينا يعني عن المجال ده. بصي، هو مجال فيه كذا خط زي ما انت قلتي، في ممكن ننحت، ممكن نرسم، بنشكل، يعني في كذا خط. دايما احنا بنفتكر شمع وخلاص. بالظبط، ما هي دي. بس لا، يعني حبيت اعمل حاجه مختلفه شويه. في منهم انا نحت عليهم، في هتشوفي في رسم، يعني في فرايتي، مش شمع وخلاص. لا لا لا. طب لينا قولي لي، انت دارسه؟ دارسه فين؟ في سويسرا. في سويسرا. طب نبدأ يا لينا، كلمينا بقى عن خط كده من التصميمات بتاعتك. بصي، هو في كذا اسلوب ممكن. زي الاسطوانات اللي انتوا شايفينها قدام، اللي هي محطوطه تحت دي. بالظبط. دي بتطلع من اسطوانه وبعدين بنبتدي نرسم عليها. يعني ايه اسطوانه؟ يعني سلندر. سلندر، اوكي. بالظبط. هو بيبقى قالب جاهز سلندر، وبنطلع الشمع منه، ومن هنا ببتدي يا انحت يا ارسم عليها. اوكي. ده اوبشن. في اوبشن تاني بقى، بنعمل زي مثلا زي دي الورود. احنا بيبقى بلوك شمع وبنحت من، يعني بنحت البلوك ده يبقى كده، انا بعمل القالب عليه. لا وضحي اكتر يعني عشان مش فاهمه. يعني بعد ما بخلص البلوك النحت ده، بقوم عامله قالب رابر بدهن رابر عليه، وبيطلع منه قالب، بعد كده بصب فيه الشمع. اوكي. ده حاجه. في حاجه اللي هنا الفري هاند كارفينج دي. اوكي. دي تكنيك بيبقى شمعة شكل النجمة، وبعدين بسقطها في كذا حلة. أوكي. حسب الألوان. امسكيها كده. كلمينا تاني. دي بتبقى شكل النجمة الأول، وبعد كده بمسكها من الفتيل بسقطها في كذا حلة حسب الألوان اللي أنا عايزاها، الألوان شمع. هنا استخدمت بينك وجراي وأبيض. بعديها بتتعلق من الفتيل وببتدي اشتغل عليها. انت اللي بتنحتي. بالظبط. طب الحاجات دي بتاخد وقت لينا؟ ما هو حسب، يعني دي بيبقى عندي 4 دقايق اني اخلصها. 4 دقايق. 4 دقايق، لان لو قعدت اكتر من كده تتكسر، ما اقدرش انحت فيها انيمور. اوكي. في زي كده، في الاسطوانات الكبيره دي لا، دي بتاخد يوم عشان بس تطلع من القالب. تطلع من القالب. طب مثلا حاجه زي الانجل ده. ده برضو نفس الكونسيبت. ده كان بلوك شمع ونحتناه، عملناه على الشكل ده، وبعد كده عملت عليه القالب. انت اللي بتعملي كل حاجه. بالظبط. طب لينا الماتيريالز والحاجات دي متوفره هنا؟ مش قوي. بس يعني الواحد برضو يعني بتحطي حاجات معينه على الشمع بتديكي فلكسبيليتي اكتر زي دي، او بتديكي صلابه اكتر زي السلسل. بس من مصر يعني؟ كله من مصر يعني. بس يعني بتضطري تخلطي حاجات عشان تطلعي البتاع. بالظبط. طب لينا، انت بيجيلك منين الافكار دي؟ انا عندي كذا كولكشن. كل لاين بيبقى له مناسبه معينه مثلا في حياتي، او حاجه شفتها، يعني اي حاجه ممكن تبقى انسبيريشن. طب تكلميني على وراكي ده، ام كلثوم وده سعاد حسني ومين بالظبط؟ وهند رستم. اوكي. ده الالوان دي بتعمليها ازاي افندم؟ الالوان دي، ما هي نفس الرسم بتاع الشمع، يعني الوان بتستخدم زيت ممكن، وفي سبراي برضو ممكن استخدمه.
بس ودي نفس الفكره، الاسطوانه بتطلع وببتدي ارسم عليها. اوكي. لو انت بتشتغلي الينا لخبطتي الدنيا، ممكن تسيحي الشمع تاني عادي؟ ما هو ده الميزه بقى في الشمع، بتسيحيه عادي. طب لو حاجه زي كده وانت راسمه عليها ينفع يسيح برضو ولا هيطلع الوان ملخبطه؟ لا، ما هو لازم تتقشر الاول. لازم تتقشر بالزبط. وبعد كده بالزبط. طب ايه تاني يا لينا؟ ده ايه؟ ده برضو اوه، ده تحتيه شمعة. بالظبط، ما هي دي السيلندرز كلها كده. ده صورة. بيبقوا مفرغين وبكوباية شمعة من جوه، عشان عادة الشمعة بيخلص، هو ده مشكلته. فدول ما بيخلصوش. اوكي. طب لينا قولي لي، ازاي نوظف الشمع جوه البيت؟ بصي، احلى مكان يتحط فين؟ حسب كل حد يعني. مثلا هو عاده الشمع حاجه بتهدي الاعصاب. بتهدي الاعصاب جدا. فيعني لو في اوضه النوم او في الليفينج روم، حتى في الحمام يعني. حسب الروائح اللي بتحط. طب مثلا لو هنقول في الليفينج، من الكولكشن اللي قدامك ايه تشوفي ستايل ليفينج ايه؟ حسب برضو ستايل روم. طب هقول لك حاجه تانية، لو انا مثلا بحب الشموع جدا وسيف الليفينج، ممكن انطور كذا لاين ولا لازم ابقى مثلا لو اخترت حاجه زي اللي وراكي دي يبقى امشي عليها، ما اقدرش احط الانجلز معاها وكده؟ لا بالعكس، ديفينتلي ممكن تختاري يعني من كل لاين حاجه. بس يعني مثلا فور اكزامبل دول الوان بوب ارت شويه، بنعمل الانجل بنفس الالوان وبتمشي يعني مفيش مشكله. طب الشمعدان ده ايه؟ ده برضو نفس الحاجة، ده كله معمول من الشمع. برضو كتلة شمع وبتتنحت، وبعد كده بنعمل عليها رابر، بس هي بتطلع بأربع حتت مختلفة يعني. أوكي. عشان ما اقدرش اطلع حاجة زي دي من رابر. طب في برضو الشموع اللي بتبقى بريحة، هل دي مثلا الناس بتاخدها وخلاص؟ اوكي. هل بيبقى في معنى لكل رائحة؟ او مكان في البيت تتحط فيه بيبقى انسب من مكان، ولا هي رائحة وخلاص؟ بصي، هو في يعني في علم في الموضوع ده. اللافندر بيهدي الاعصاب، الليمون انرجايزنج، بس انا بحس انه لا يعني كل واحد بيبقى في ريحه معينه يعني. ممكن مثلا اللافندر ما تريحكيش، فانت بتشوفي الريحه اللي انت بتريحك، مثلا تحطيها دي في اوضه النوم، الريحه الانرجايزنج ممكن مثلا تحطيها في الليفينج او في المطبخ يعني. حسب انت بتحسي بايه. طب برضو الوشوش دي تكلمين عنها. دول ثلاث وشوش. هم تشيليهم عشان كمان تقدر تجيبها واحده منهم على الاقل. ده معمولة من باريزيان ارتست. اوكي. هما معروفين جدا يعني الثلاث وشوش دول. هو استخدمهم على كذا حاجة، على ماجز، على تي شيرتس وكده. انا لقيت انه يبقى حلو يعني على شمعة. على شمعة. هو يعني بيدي اكسبريشن انه المرأة يعني عينيها اللي اكسبريسنج يعني. طب قولي لي حاجة دلوقتي، انا ولعت الشمعة دي هتبدأ تسيح صح؟ انا قصدي هتبدا الرسمه تبوظ معاه؟ لا، عشان هنا انا بعمل جروف صغير عند الفتيل بحيث ان هي بتسيح لجوه. لجوه ما تسيحش لبره. فتخلص والوش بتخلص بالظبط. وممكن بعد كده احط فتيل تاني؟ ممكن تبعتيها لي واحط فتيل. بيبقى صعب انه حد بيبقى صعب انه حد يحط الفتيل. طب احنا اتكلمنا على كل حاجه يا لينا، ولا في حاجه تانية من اللاينز بتاعتك؟ يعني الجاتو ده ايه؟ ده برضو شمع. يعني فكرة حلوة انه ممكن تحطيها على الصينية لو انت بتقدمي حتى شاي او قهوة، تحطيهم هم بروايح الشوكولاتة والفراولة والحاجات كده. عموما لينا بجد بشكرك جدا. لينا على فكره جايه لنا من اسكندريه، هي عايشه في اسكندريه. بشكرك جدا فعلا. بصي يا لينا، يعني طبعا الناس اذواق، انا عاجبني جدا، في ناس ممكن ما تعجبهاش، بس الفكره أنا أول مرة أعرف إن فعلاً الشموع لها لاينز وتصميمات وطرق مختلفة. دايماً إحنا بنعمل شمعة وخلاص، ونحطها في كوباية ونولعها. أيوة. ودي شمعة وخلاص. فبجد بشكرك جداً، ويعني جود لك، وحاجة جميلة إن إحنا يبقى عندنا في مصر حد زيك. بجد بشكرك جداً يا لينا. هنروح لفاصل إعلاني ونرجع لكم على طول مع فقرة الفعش. Thank you.
جريدة الصباح، جريدة يومية مستقلة. رئيس مجلس الإدارة أسامة عز الدين، رئيس التحرير وائل الإبراشي، رئيس التحرير التنفيذي وائل لطفي. جريدة الصباح، الحقيقة بكل وضوح. Hello WWE Universe in Egypt. I'm WWE Diva Kaylin. Catch me and your favorite WWE superstars on WWE Experience every week on Dream TV.